قوة باش يخلونا نأطروا بصفة جدية وجيدة للعملية هذه. عندكم دور، عندكم دور الغرفة للمهنة، عندكم دور، دور كبير كبير في هذه. راك تقول بني السنة ربي أعطانا هذا الرزق، أعطانا هذا المطر، اليوم رانا نهاية ماي، الشتاء مازال هذا الصعب. هذه نعمة تاع ربي، نحاولوا نثمنوا كل هذا. وشوف ربي واش عطانا، شوف ربي واش عطانا. احنا عدة سنوات ما شفناش هذا الخير، والخير هذا صرنا راح يفيدنا في كل شيء إن شاء الله. يفيدنا في الحبوب، يفيدنا حتى المربين تاع المواشي. نتهناو من هذا النخالة هذه اللي خلقت لنا مشاكل احنا في الشمول. ان شاء الله ربي يعاون فينا ان شاء الله. الامطار هذه الاخيره تاثر بالسلب وبالايجاب على الاشجار ما تأثرش، تأثر غير بالإيجابي على الأشجار المثمرة، وتأثر بالإيجابي على الخضروات والفواكه بصفة عامة وكل المنتوجات الفلاحية. وكنت نطرح سؤال على المختصين هنا في ولاية سطيف بالنسبة للحبوب، الأمطار الأخيرة ما أثرتش خلاص على الحبوب، ونظن هذه هي النهاية اللي تخلي القمح يوصل إلى هذا المستوى من يعني من نوع، من نوعية ومن الجودة. يعني إنتاج الحبوب هذا العام حيكون خير من العام الماضي؟ إن شاء الله، بكثير إن شاء الله، بكثير إن شاء الله. الآفاق المنتظرة في ذي المشاريع المنجزة هنا في ولاية سطيف. كنا ما تخربش من بعد نهضروا على الافاق، على اسمه كل شيء نحلوه الصباح 9 تاع الصباح. كون نحلوا كل شيء اليوم 9.